بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد من الله علي بفضله وأتممت شرح علم العروض، والآن أبدأ بمشيئة الله وبحوله وقوته في شرح القافية، فأقول وبالله التوفيق. القافية سميت بذلك لأنها تقف الكلام، أي تأتي في آخره، كأن الشاعر يقفوها ويطلبها ويتبعها. هي في اللغة اسم فاعل من قفى يقفوه إذا تبعه. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا. فالتقفية تشير إلى تتابع الرسالات والرسل على طريق هداية البشر. ده معناها ايه في اللغة؟ يبقى معناها في اللغة التتابع. فمثلا عندما نقرأ قصيدة: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. هذه انتهت القافية، ويفنيها. البيت الثاني: ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. بيت الثالث: لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. فنجد أن القافية هنا انتهت بحرف الياء، يفنيها ده حرف روي، ويخليها ويكفيها، والهاء العلماء يسمونها وصل، والألف خروج، وهذا إن شاء الله سوف نعرفه بعد ذلك. على أي حال، انظروا إلى التتابع فنجد إن حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة هو الياء الساكنة، يفنيها. تجد بقية القصيدة يحصل فيها تتابع على هذا الحرف، يخليها، يكفيها، طيب بانيها، فيها، مجاريها. الأبيات كلها هذا معنى إيه؟ التتابع الذي يقصده لغة في تعريف القافية. الآن نأتي إلى تعريف القافية في اصطلاح علماء العروض. يقول: آخر ساكنين في البيت. انتبهوا يا أولادي كده إلى تعريف القافية اصطلاحا: آخر ساكنين في البيت، وبعدين آخر ساكنين في البيت، عفوا، آخر ساكن في البيت، آخر ساكن في البيت. إلى أقرب ساكن يليه، إلى أقرب ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبله، مع المتحرك الذي قبله. ده تعريف الخليل، وهو الذي ألف هذا العلم دون أن يسبق إليه، يعني لم يجلس على يد شيخ تعلم هذا العلم. هو عرف القافية بأنها آخر، يعني لو اختصرناها آخر ساكنين في البيت، مع ما بينهما من حركات، والمتحرك الذي قبل الساكن الأول. أو نقول أنه آخر ساكن في البيت، أهو أدي آخر ساكن في البيت، آخر ساكن في البيت، إلى أقرب ساكن يليه، يعني يقع بعده، مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. خلاص، هو ده تعريف الإيه؟ القافية.
نطبق هذا تطبيقا عمليا. فالمتنبي يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يعني آخر كلمة في البيت تمردا، هنكتبها هي، نكتبها كتابة عروضية، أدي تا مر را دا. طبعا درسنا في علم العروض ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. يعني الحرف المشدد يكتب بحرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك. تعالوا بنا أيها الأحبة نطبق هذا الكلام. هنقطع، أدي تا متحركة يبقى شرطة مائلة، تا أدي إيه التاء متحركة، مر حركة وسكون، را حركة، دا دال مفتوحة وألف ساكنة. إذا آخر ساكنين في البيت أهو اللي هو الألف يعني، وأول ساكن يليه اللي هو الراء دي. طيب والمتحرك اللي قبل الساكنة اللي هو الميم، أصبحت القافية في تعريف الخليل مردة بس، كلمة مردة يعني ليست تمردة، مردة يعني على تعريف الخليل قد تكون القافية كلمة أو بعض كلمة أو كلمة وبعض كلمة حسب الإيه الضابط الذي قاله. قال آخر ساكن في البيت، وبعدين إلى أقرب ساكن يليه يقع بعده مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول. خلاص طيب يبقى طيب خلاص. أما الأخفش قال القافية آخر كلمة في البيت، يبقى عند الأخفش اللي هو تلميذ الخليل وسيبويه تمرد الكلمة كلها. وعند الفراء وقطرب حرف الراوي بس يعني الدال، يعني هذه قصيدة تسمى دالية، قصيدة دالية إنها انتهت بدال، فحرف الراوي فقط هو القافية عند الفراء. طبعا الصواب هو رأي الإيه الخليل. ليه يا أولادي؟ هنقول السبب. زمان وأنا أشرح لطلابي في الرياض صورت لهم المسألة، مسألة الخلاف، تصويرا حسيا لكي يفهموا هذا الدرس. فقلت إن الخليل رحمه الله نادى على الأخفش، وطبعا هذا لم يحدث، إنما فقط بس مسألة تقريب للعلم يعني. الخليل رحمه الله نادى على الأخفش، قال يا أخفش، قال نعم، قال من؟ قال له من الذي ألف علم العروض والقافية؟ قال أنت يا أستاذنا. قال إذا لا، لماذا تخالفني في تعريف القافية وأنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى رزقني هذا العلم دون أن أسبق إليه؟ فقال أنتم رجال ونحن رجال. إذا أصر على رأيه يعني. قال يعني أنت مصر على أن القافية هي آخر كلمة في البيت؟ قال له نعم. قال طيب اذكر لي أنواع القوافي. قال القافية الأولى يا شيخنا قافية المتكاوس، المتكاوس. قال ما هي قافية المتكاوس؟ قال أن يقع بين الساكنين أربع حركات، كقول الشاعر قد جبر، أدي قد جبر الدين الإله فجبر. طبعا لو قطعنا البيت أهو، أدي لا هو فجبر، لا هو فجبر، هكذا لا هو فجبر، هنجد بين الساكنين أربع حركات. هذه قافية تسمى قافية المتكاوس، وهي موجودة بإجماع العلماء، موجودة في شعر العرب. وأنت تقول يا أخفش أن القافية هي آخر كلمة في البيت، لو أخذنا برأيك لألغينا هذه القافية التي تسمى قافية المتكاوس. طبعا ليه سموها قافية المتكاوس؟ أخذا من قولهم تكاوست الإبل على شرب الماء، يعني ازدحمت، فالحركات هنا مزدحمة، الحركات هنا تزاحمت، سموها قافية المتكاوس. هذه القافية لا تأتي أبدا من كلمة، لازم من كلمة وبعض كلمة. فلو أخذنا برأي الأخفش لألغينا هذه القافية، وهي موجودة في شعر العرب. إذا التلميذ خلاص اعتذر للشيخ وإيه وعاد إلى صواب
ما قاله شيخ. طبعا أنا قلت هذا مقبس التقريب، لكن هو ظل على رأيه يعني. أما بالنسبة لو أخذنا بكلام الفراء وقلنا الحرف الأخير، نقول في رد على ذلك العرف بين العلماء يقتضي أنه إذا قيل لك اجمع قوافي، اجمع قوافي، خلاص، أن تجمع كلمة لا حرفا لا أحرفا. يعني أقول لك يعني أنا عندي قصيدة وفي قصيدة أخرى وقصيدة أخرى، فقلت أقول لك اجمع قوافي، يعني مفردة قافية والجمع قوافي، أقول اجمع قوافي هذه القصائد، فتجمع في العرف يعني تجمع كلمات ولا تجمع أحرف، تجمع كلمات اللي هي زي ما احنا قلنا مردة، ولا تجمع حرف واحد بس. هذا دليل على فساد ما ذهب إليه الفراء. أيضا لو أخذنا برأيه بأن القافية هي حرف الروي لألغينا بقية حروف القافية التي سوف نعرفها بعد قليل. يعني عندنا حروف القوافي ستة، في عندنا حرف اسم الروي الذي تبنى عليه القصيدة، وفي حرف اسم الوصل، وحرف اسم الخروج، وفي حرف اسم الدخيل، وفي حرف اسم التأسيس. كل هذه بأمر الله سوف نعرفها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الرأي الصواب، ولذلك يقول العلماء الرأي الخليل هو أصوب، ورأي الأخفش أيسر يعني سهل، يعني ممكن أي أحد من طلبة العلم ولو لم يعرف شيئا فقط عليه أن يذكر آخر كلمة في البيت هي هذه القافية، لكن رأي الخليل هو الأصوب. ولذلك يقول الناظم قافية البيت من الحرف الذي، انتبهوا للجمال يا أولادي، جمال العلماء جزاهم الله خيرا عندما نظموا العلوم. اسمع كده، قافية، هذه قافية البيت من الحرف الذي قبل السكونين خذي. طبعا مش بيخاطب أنثى يعني، لا، هي عشان القصيدة انتهت بحرف مكسور، وكان ينبغي أن يقول خذ لكن قال خذي، مش خذي يعني بيكلم أنثى. سمعنا يا شيخنا؟ يقول خذ، لكن هو علشان أي لو سكن البيت هينكسر، فكسر الذال، وعشان يكثر الذال العرب لا تقف على حركة، فتشبع الحركة تولد منها ياء، فدي باسمها ياء الإشباع، الياء خذي ده اسمها ياء الإشباع وليست ياء المخاطبة. وقد تكون كلمة أو أكثر، وتارة أقل مما ذكر. وقول بعضهم هي الختام من كلم بيت ما له انتظام. طبعا قافية البيت من الحرف الذي، لحظ الذي، قبل سكونين، قبل السكونين للانتهاء، للانتهاء خذي، هذه معنى ليه قال خذي؟ عشان كلمة الذي يا مولانا. فالعلماء يسموا مثل هذه القصيدة يعني من الرجز المشطور. تسموه يا شيخنا؟ الرجز معروف ان وزنه مستفعل مستفعل مستفعل، في ابحر الارجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، معنى مشطور يعني الشطر الاول كانه بيت، وده الشطر الثاني، والشطر الثاني ده يتفق مع الشطر الاول في القافيه. يعني القافيه شوف، الذي قال هنا خذي، قال اكثر قال ذكر، الختام قال انتظام،
يعني اعتبر الشطر ده كأنه بيت مستقل بذاته، لأن المشطور الشطر معناه في اللغة النصف يعني. طيب، وبرضو ألفيت ابن مالك على هذا يعني، على هذا لما قال يعني إن قال إيه في مثلا بالجر والتنوين والندى وأل ومستدل الاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يبقى الشطر الثاني يوافق الشطر الأول، ده بيسموه الرجز الإيه المشطور. طبعا الخليل يعني لم يعتد بهذا يعني. على أي حال تعال نشرح الكلام ده يا سيدنا. قافية البيت من الحرف الذي قبل السكونين، يبقى هيبدأ بالحرف المتحرك اللي قبل الساكنين، للانتهاء خذي، يعني يبدأ بالمتحرك اللي قبل الساكنين إلى أن تنتهي بالساكن الأخير ده، وده إشارة إلى قول مين؟ الخليل بن أحمد. وقد تكون كلمة، يعني القافية قد تكون كلمة على كلام الخليل يعني. سمعني يا مولانا؟ قد تكون إيه؟ كلمة. قد تكون يا مولانا كلمة. وقد تكون أكثر من كلمة، زي حكاية إيه؟ المثال اللي إحنا جبناه، قد جبر الدين الإله فجبر، يبقى أسماء الله فجبر دي كلمة وبعض كلمة. وتارة أقل مما ذكر، يعني أقل من الكلمة، زي ما إحنا قلنا كلمة تمرد دي، أدي تا مر را ده من أول مردة بس، يبقى قد تكون كلمة. فمثلا كلمة مثلا راضية، هذه كلمة راضية أهي، دي كلمة يا مولانا صح؟ يعني كلمة راضية مثلا أهو، هذا المتحرك اللي قبل الساكنين، فقد تكون، وقد تكون القافية كلمة أو أكثر، يعني أكثر من كلمة، زي ما احنا قلنا كلمة لاه فجبر، أدي لا هو فجبر، هذا المتحرك اللي قبل الساكنين هو، يبقى قد تكون أي القافية كلمة أو أكثر، أو أكثر من كلمة. وتارة أقل مما ذكر، أقل يعني جزء من كلمة، زي تمردة أنا أخذ منها مردة فقط بس، خلاص يا شيخنا. وقول بعضهم هي الختام، إشارة إلى قول الأخفش، هي الختام يعني الكلمة الأخيرة التي ختم بها البيت، صح يا شيخنا؟ من كلم بيت ما له انتظام، يعني هذا الكلام لا يستقيم ولا ينتظم. ليه لا ينتظم؟ لأن ممكن الكلمة الأخيرة، سمعنا يا شيخنا؟ يعني ما أقول لك مثلا خذي أهو، مكون من كم حرف خذ ذا؟ من حرفين. طب انتظام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، مش كده ولا؟ يبقى إيه ده ليس له إيه انتظام، يعني ليه ليس له انتظام؟ يبقى ممكن قافية تنتهي بكلمة مثلا من أو عن بحرفين، والبيت اللي بعده ينتهي بحروف أكثر، يبقى هذا القول لا إيه لا يستقيم. خلاص يا مولانا؟ قل مع البيت كده، قافية البيت من الحرف الذي قبل السكونين للانتهاء خذي، وقد تكون كلمة أو أكثر، وتارة أقل مما ذكر، وقول بعضهم هي الختام من كلم بيت ما له انتظام. طبعا نلاحظ في النظم لم يشر إلى ما قاله إيه الفراء، كأن الكلام يعني لا يعتد بما قاله الفراء. خلاص كده احنا إيه يا ولدي انتهينا من الدرس الأول، وهو تعريف الإيه القافية. خلاص أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.